عيد ميلاد صاحب السمو الامير مويه حسن ارتأت جمعيه توب سبور للرياضه والثقافه والتنميه البشريه جمعيه توب سبور للرياضه والثقافه والتنميه البشريه على تنظيم حفل بعنوان التربيه على المواطنه، وهذه النسخه الرابعه. واذا دل هذا الشيء لا يدل الا على حب الوطن واعتزاز بالوطن واعتزاز بمغربيتنا وتشبثنا بعرش ادبنا المجيد. والاهداف هو تربويه رياضيه ثقافيه تنمية بشرية، تدخل في إطار برمجة السنوية التي تبرمجها الجمعية توب سبور سنويا. والهدف هو لقاء تواصلي بين التلاميذ وبين الجمعيات أخرى من أجل رفع من مستوى الرياضة التايكواندو خاصة بالرياضة السنوية عامة، لكي تزدهر الرياضة على صعيد محلي والوطني والدولي لكي تحقق نتائج جد متميزة. Thank you.